السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا مزيانين وفي احسن الحال. معكم لبنى من قناه لبنى شانيل. اليوم ان شاء الله جيتكم وصفه جديده. هذه الوصفه هي عباره عن عصير. قبل ما نبدا نتمنى ديروا لايك للفيديو، تبارطاجيوه مع كاع العائله ولا اللي يعجبكم، وتشتركوا في القناه. ان شاء الله غادي نبداو بالمكونات. هذه الوصفه البنات سهله، فيها 4 ديال المكونات، يعني هما الاساسيين هما الليمون والبربه، ولكن حنا كنزيدو معها دانون والسكر، السكر على حسب الرغبه. غادي نشرح لكم البنات، لحقاش ما غاديش نطول عليكم في الفيديو تاع الطحان حتى هذا، غنشرح لكم يعني بعجاله. غادي نسبقوا نطحنوا بعدا الليمون هو الاول، غادي نطحنوه بوحدو ونصفيوه. البنات فاش طحنوا الليمون صفيوه، اللي طحناتو تصفيه اولا اللي عصراتو تصفيه، اللي كان المهم خصو يتصفى، ما يبقاش فيه هذوك التراوج ديالو. هذه من جهه. من بعد ما كنطحنوا ان شاء الله، من بعد ما غادي نطحنوا الليمون اولا التشين على حسب كل كيفاش كيسميه، غادي بهذاك الشيء اللي طحناه، بهذاك الشيء اللي خرجنا العصير ديال الليمون به، غادي نطحنوا البربه ونديروا معاه دانون ونديروا معاه السكر سنيده. صافي البنات، نتمنى يكون كل شيء واضح. غادي نطحن المكونات ان شاء الله وغادي نرجع لكم. رجعت لكم من بعد ما طحنت الليمون وطحنت مع البربه ودانون والسكر. المهم البنات غادي نشرح لكم شي حوايج قبل ما نسالي لا فيديو. ها نتوما الليمون كنجبروه كنقشروه، ياك كنشدو الليمون كنقشروه، وفاش كنقشرو الليمون كنقطعو دوار باش ما ينقوش، باش نحيدو الا كان شي عظام ولا شي حاجه نحيدو، باش ما يتطحن ليناش شي عظام مع داك الليمون، اولا كما قلت لكم اللي كيقولوا لاتشي، باش ما يجيش داك الشيء مر، ياك باش ما يجيش العصير مر. من بعد البنات كنديروا الليمون في الخلاط ونديروا معاه شويه الماء، ولكن كنديروا على جوج مثلا. ها انتما قشرتوا مثلا 3 ليمونات، ما نطحنوهمش كاملين دقه واحده، نطحنوا مثلا الليمونه ونص مع شويه الماء، وداك الشيء اللي خرج لينا منهم مع داك شويه الماء كنصفيوه مزيان، وبه كنطحنوا به الطحنه الثانيه باش ما كيجيش الليمون ديالنا غير الماء وصغاريت. ياك ملي كنطحنوا العصير الليمون كنحطوه في شي طاسه، كنشدو عاوتاني بهذاك عصير الليمون نديرو معاه البربه ونديرو معاه دانون والسكر ونطحنو مع بعضياتهم، كيخرجوا هذه النتيجه. البربه البنات كتكون مقشره مغسوله ونديروها في الكوكوط باش طيب لينا دغيا، باش كتسلق يعني خاصها تكون مسلوقه يعني ديال بصح. وصافي هذا هو القوام. ها نتوما بلاتي باش نوريكم يعني زعما واش خاتر ولا خفيف ولا هذا، بالعكس كيجي خاتر، كيجي رائع البنات. ها نتوما كتشوفوه كيجي خطير ديال بصح ومذاق واعر، لان اصلا هو فيه الليمون مع دانون، راه كيطلق واحد النكهه اللي هي خطيره في العصير. جربوه، وبما ان احنا دابا ان شاء الله على ابواب رمضان ومبروك عواشركم، يعني كيحتاجوا العواصر في, 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 في الفطور ولا اللي كيتسحر به كل واحد وكيفاش. هذا عصير يعني رائع، اللي بغى ان شاء الله عاوتاني طريقتي كيفاش يعني نطحن مثلا عصير ديال الليمون يعني 4 ديال العصير ديال الليمونات، يعطوني واحد الكميه ديال العصير يعني كافيه، يخليها ليا في التعليقات. نوريكم طريقه انا كيفاش كنطحن العصير ديال، يعني حيت كاين اللي كيعصرو وكاين اللي كيطحنو، كاين اللي كيطحنو بواحد الطريقه اللي كيدير فيه الماء بزاف، يعني هو ما خصوش يكون غير الماء، خصك تحسي ثاني بالخطوريه ديال العصير الليمون. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى تعجبكم الفيديو بالصحه والراحه، وانتظرونا ان شاء الله فيديو قادم.